أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر بالشراكة مع بلجيكا، وذلك بهدف إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين الأخضر ومع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل. جاء ذلك في كلمة للسيد الرئيس خلال ترأسه والمستشار الألماني أولاف شولتز المائدة المستديرة الاستثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر، والتي تعقد في إطار فعاليات COP27، حيث أكد السيد الرئيس أن مصطلح الهيدروجين الأخضر بات الأكثر شيوعا واستخداما خلال السنوات القليلة الماضية في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المتجددة. من هذا المنطلق واتساقا مع مبدأ التنفيذ الذي نركز عليه في هذه القمة، اسمحوا لي أن أعلن من هنا عن مبادرة جديدة عملت عليها مصر وبلجيكا خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع عدد من الشركاء، حيث يسعدني اليوم وبالشراكة مع فخامة السيد ألكسندر دوكرور رئيس وزراء بلجيكا أن نعلن عن إطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد، والتي تهدف إلى إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ومع القطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في هذا المجال، بغرض تنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين، بما يساهم في الإسراع من وتيرة الانتقال العادل الذي نصب إليه جميعاً.